الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نيابة عن رئيس الجمهورية مدبولي يصل نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ. وزير دفاع جديد لأوكرانيا وبوتين وأردوغان يبحثان في سوتشي اتفاق الحبوب. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جانش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27. وتعقد القمة على مدار يومي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية. تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا التي تستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة. تهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي، خاصة في إفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ، إلا أنه من الضروري أن تكون لاعبا أساسيا وحاسما في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في الرابع من سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا سيما قبل COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة. وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج، ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الكينية نيروبي السفير محمد نصر مساعد وزير الخارجية كبير مفوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ. سعادة السفير، بعد التحية، مصر كانت من أولى الدول التي نبهت لخطورة التغيرات المناخية في القارة الإفريقية وطالبت بضرورة دعم القارة في هذا الملف. برأيك كيف تسهم قمة اليوم في دعم المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية داخل القارة؟ شكرا لحضرتك. هو طبعا القمة اللي بتتعمل النهارده دي أول مرة أفريقيا يتعمل فيها قمة للمناخ مختصة بالدول الأفريقية، وتيجي تنفيذا لتوافق صدر واحنا في شرم الشيخ، خلال مؤتمر مناخ في شرم الشيخ، ان افريقيا تعقد مؤتمر لتناقش الاولويات الافريقيه وتسعى بها في الاجتماع القادم اللي هيحصل في الامارات. فالحقيقه القمه اللي موجوده اللي احنا بنحضرها دلوقتي بيحضرها اعتقد عدد كبير جدا، احنا يعني حوالي اكثر من 10,000 او 12,000 مشارك من المجتمع المدني والقطاع الخاص والسياسيين، وتقريبا اكثر من 20 رئيس دوله وحكومه، منهم مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين. الهدف من الاجتماعات اللي هي هتشتغل، القمه تبدا بكره، هدف الاجتماعات اللي هتستمر لمده 5 ايام هي مناقشه الاولويات الافريقيه وكيفيه تيسير نفاذ افريقيا للتمويل، مع عرض الفرص الطاقه المتجدده وفرص التنميه في افريقيا اللي هي هتساعد المجتمع الدولي لتنفيذ اهداف تغير المناخ. اذا اردنا نتحدث عن الاجنده المصريه في هذه القمه، برأيك ما هي أهم الموضوعات التي ستتبناها الدولة المصرية وتعمل على تفعيلها خلال هذه القمة؟ الحقيقة هي في أجندة القمة وإحنا بندفع فيها بثلاث حاجات. أولا المخرجات بتاعت مؤتمر شرم الشيخ، صحيح، اللي هي كان فيها جزء كبير منها يعني يعكس الرؤية المصرية دي كيفية تعزيز التعاون الدولي ودفع جهود مواجهة تغير المناخ، ده النقطة الأولانية. والنقطة الثانية طرح برضه عرض عدد من المبادرات اللي مصر اطلقتها على هامش قمه شرم الشيخ، وبالذات المبادرات اللي ليها علاقه بافريقيا، وجه عدد من المبادرات. والنقطه الثالثه هي بقى المشاركه في النقاش اللي هو بيدور حول تلوره عدد من الرسائل السياسيه التي سيتم طرحها على القمم القادمه، سواء القمه اللي هتتعمل في نيويورك مع السكرتيريه العامه المتحده على طموح المناخ، او اجتماعات اللي هتتعمل بعد كده زي مع مجموعه ال 20 او مؤتمر المناخ اللي اتعمل في الامارات. فهي دي التوجه بتاعنا. الاستراتيجيه المصريه طبعا هو التاكيد على الاولويات اللي احنا طرحناها وصغناها في خلال نتائج مؤتمر شرم الشيخ، سواء موضوع الانتقال العادل او التوسع في الطاقه المتجدده او تاثير النفاذ للتمويل، وهي كلها موضوعات اساسيه لتحقيق الاهداف اللي اتفقنا عليها في باريس. من العاصمة الكينية نيروبي سعادة السفير محمد نصر مساعد وزير الخارجية كبير مفوض الرئاسة لمؤتمر المناخ، شكرا جزيلا لك. نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في خطة الدولة تجاه تنمية سيناء. كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده،
ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022. بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالاً بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القيادة السيسية والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر، وانا بقول مش راعي النهضة بس، ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهارده بيدينا عقود مؤمنة لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القيادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العادة ده، يعني بناء على ان دي ثمرة كبيرة جناها وهي خدناها النهارده. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء، ودي يمكن هتنفع اولادنا واولاد اولادنا، واحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية ان ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت تطلع منها، دي أنسى، إحنا الناس كلنا واحد، وإحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم. ودي بداية التنمية، طالما في أرض وأنت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وللتنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نباتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء.
شكرا يا ريس لان صبرنا ما راحش سدى. شكرا يا ريس عشان لو العالم كله النهارده هيقيس الفرحه اللي في قلبي مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرحه اللي في قلبي النهارده. انا فخوره ان رئيسي عبد الفتاح السيسي. للمزيد ينضم إلينا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا. نتحدث بالتأكيد عن تنمية سيناء، يعني هذه الاحتفالية الخاصة بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. ما صدى هذه الاحتفالية، ما صدى هذه الخطوة على طريق تنمية سيناء؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا. وطبعا خصوصا ان احنا الحمد لله كان في اهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير قطاع الزراعة، وقطاع سيناء ومنطقة سيناء حصل اهتمام كبير من الدولة المصرية. احنا اتعمل أكثر من 17 أو 18 تجمع زراعي في مناطق سيناء، ده بيستهدف زراعة حوالي 500,000 فدان، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المتكاملة زي مشروعات الإنتاج الحيواني والمناحل والصوب وما الى ذلك من المشروعات. وبالتالي كان في من ضمن الخطه ان احنا نبدا نعمل عقود مؤمنه، وهذه العقود تم التنسيق مع الجهات المعنيه علشان يكون في تامين للاوراق الخاصه بالعقود. وبالفعل تم اصدار مجموعه من العقود من خلال هيئه التنميه الزراعيه، هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، وهذه العقود تم توزيعها على المنتفعين في مناطق سيناء. طبعا ده بيعكس قد ايه اهتمام من الدوله بهذا الامر، قد ايه في اهتمام كبير في تطوير مناطق وان كل مناطق سيناء يعني اهتمام كبير بحجم المشروعات اللي بيتم دخلها فيها، سواء مشروعات البنيه التحتيه او شبكه الميه او كمان مشروعات تطوير واصلاح الاراضي وتوزيعها على اهالي المناطق. هل في أولوية يا فندم، يعني هل في خطة واستراتيجية لهذه المشروعات؟ ماذا يأتي أولا، ماذا يأتي تاليا؟ في خطة كاملة يعني كاملة وتستهدف تنمية سيناء؟ طبعا احنا بنتكلم عن خطة للتنمية الشاملة بدأت في الطرق والبنية التحتية، بنشوف تطوير ميناء العريش، بنشوف شبكة الطرق للربط بين سيناء وبالضبط محافظات الجمهورية. ده كله كان له انعكاس ايجابي في جذب المزيد من الاستثمار ومزيد من الرغبه في التعمير في مناطق سيناء. ثم بدانا في المرحله الثانيه، مرحله تجهيز البنيه اللازمه لعمليه الزراعه، وشفنا انشاء محطات زي محطه المحكمه ومحطه بحر البقر، وواحده حصلت على جائزه او حصلت على دخول مشروع جن اكبر مشروع لاصلاح مياه السد الزراعي، والاخرى حصلت على جائزه افضل مشروع في البنيه التحتيه. وده بيعكس قد ايه اهتمام كبير بتنفيذ المشروعات التنميه داخل سيناء. ثم بدانا في مشروعات التنميه الشامله، تشمل اصلاح الاراضي، وبالفعل تم اصلاح او بيتم تجهيز 500,000 فدان من خلال 17 18 تجمع زراعي. ثم بدانا في مرحله توزيع هذه الاراضي على الشباب وتجهيز المشروعات الخاصه بيهم. وكمان احنا في خلال هذا احنا بنبدا مشروعات لحفر وتصنيف التربه علشان نحدد المناطق التي يمكن استصلاحها وزراعتها ومصر لا يمكن زراعتها، وبالتالي يبقى في اكبر ممكن واكبر ممكن على عظيم. يعني كل المشروعات بتسير بالتوازي. ايضا توجيهات رئاسيه يعني دائمه بضروره تكاتف اجهزه الدوله في عمليه التنميه في سيناء. ماذا عن شكل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنيه لتنفيذ هذه التوجيهات؟ وهذه النقطه في غايه من الاهميه. بيحصل على شكل جو شكل متناغم بين طلب المشروع والجهه سيناء شكرا. طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة على مداخلتك معنا.
إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. اختتمت جلسات المحور السياسي بالإسبوع السادس للحوار الوطني. ناقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية فضلا عن دور لجنة الأحزاب. كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. هذا وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات على هامش انعقاد الجلسات، حيث أشار النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن حرية الفكر هي التزام دستوري. حرية الفكر في الأصل التزام دستوري، احنا عندنا المادة 65 من الدستور واضحة وصريحة فيما يخص كفالة كل حرية الرأي والتعبير للمواطن المصري. مصر حققت خطوات كبيرة في حرية الرأي والتعبير، يمكن لو قلنا أبسطها أو يعني أبسط أمورها وجودنا هنا في الحوار الوطني، احنا تحت سقف واحد، كل اللي بيتكلم بيعبر عن رأيه بمنتهى الأريحية وبمنتهى الحرية، بيعترض وبينتقد بيعمل كل اللي هو عايزه، لكن اللي احنا طالبينه أو القواعد اللي اتحطت هنا في الحوار الوطني هو اللي احنا طالبينه كمان عندنا في الحياة المصرية، ألا وهو إن الحرية يكون ليها ضوابط وقوانين عشان ما تبقاش فوضى، عشان الحرية فعلا يتحقق مفهومها الصحيح إنها توقف عند حدود الغير. احنا حاليا دلوقتي صحيح بنتقدم في ملف الحريات، الناس بقت بتتكلم بقت بتقول اللي هي عايزاه، لكن الحقيقي احنا عندنا فوضى حقيقيه في مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا فوضى حقيقيه في منصات الكترونيه بيتقال عليها كلام يمكن كتير ما نقبلوش، فاحنا يمكن وغير صحيح. ترويج الإشاعات والأكاذيب لها عقوبات قانونية، لكن الحقيقة إن هي يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيها سيولة كبيرة قوي. يمكن إحنا شايفين كويس قوي إن إحنا عايزين ولادنا وأحفادنا يتربوا على النقد، يتربوا على التعبير عن الرأي، يبقوا قادرين يتناقشوا ويتحاوروا، لكن في نفس الوقت يكونوا عارفين حقوقهم وواجباتهم. اللي بيتعرض له المواطن المصري النهارده على وسائل التواصل الاجتماعي كلها أغراض غير مقبولة. المواطن المصري اللي بيحاول يتكلم بإيجابية عن مصر، ويمكن أنا وحضرتك شركاء في صفحات كتير، بيواجه بسيل من الانتقادات وبسيل من الضغوطات المعنوية. محتاجين لوضع قوانين وضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لضبطها مع الحفاظ على الحريات. بالعكس اللي احنا بنعمله ده عشان يساعد على الحرية، عشان يساعد ان المواطن يقول رأيه ولكن بدون ما يتعدى على حقوق الغير. هذا وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد على ضرورة وجود تنمية سياسية مستدامة لخلق حياة سياسية نشطة في مصر. احنا النهاردة بنتكلم على تنمية سياسية مستدامة. يعني ايه تنمية سياسية مستدامة؟ واحنا بنتكلم على الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية جزء من الحياة السياسية، ولكن انت مرتبط بمواطن ومرتبط بدولة. اذا وانا بفكر اتكلم على تنمية سياسية مستدامة للحياة السياسية في مصر، يبقى انا محتاج اتكلم على الدولة. الدولة لازم تدعم ازاي الأحزاب السياسية ودورها، وبتكلم على الأحزاب السياسية ازاي يبقى لها دور فعال في المجتمع، وازاي تقدر تنشئ كوادر وتدرب كوادر تستطيع ان هي تتحمل مسؤولية الحاضر، وتستطيع ان هي تسعى الى المستقبل بجدية وتلتقي مع التحديات. والمواطن في النهاية، يبقى هم دول الثلاث محاور وانت بتتكلم على التنمية السياسية. النهاردة احنا بنتكلم على الأحزاب، لأن الأحزاب من غير أحزاب ما فيش سياسة في مصر. من جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إبراهيم الهنيدي أن الحوار الوطني يمثل أهمية كبيرة للشعب المصري بجميع توجهاته للتعبير عن آرائهم، لافتا إلى أنه لا يوجد خطوط حمراء بالحوار. الحوار الوطني بجميع أطياف الشعب وجميع توجهات اللي موجودة
دخلت في الحوار الوطني من أجل أن تعبر كل منها عن نفسه، وأي شيء جديد بيكون موجود من الأعضاء دول أو المجموعة اللي بتعبر عن رأيها بيتم الانتهاء من رأيهم بأن يكون ضمن المستخلصات النهائية التي تعرض على السيد رئيس الجمهورية لكي يتخذ ما يرى بشأنها، وزي عرضه مثلا على مجلس النواب من أجل إصداره كتشريعات أو قوانين. من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني أصبح يمثل حالة مهمة في الحياة العامة، لافتا إلى أن هناك حالة تنشيط للحياة السياسية المصرية. كما أكد حمزاوي أن دور الحزب السياسي هو التعبير عن توجهات واهتمامات القطاعات الجماهيرية، مشيرا إلى ضرورة اندماج بعض الأحزاب. بالتأكيد الحوار الوطني أصبح يمثل حالة مهمة جدا في الحياة العامة وفي الحياة السياسية المصرية. احنا بعد فترة طويلة من عدم التحاور بين أصحاب الآراء المختلفة، بين أصحاب وجهات النظر المختلفة حوالين قضايا سياسات عامة، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، احنا بنقعد مع بعض في نفس القاعة وبنتحاور حوالين قضايا أحيانا بتكون قضايا شائكة جدا. أنت بتتناول قضايا متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، قضايا متعلقة بقانون الأحزاب السياسية والأمور الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بالأحزاب السياسية، كان جلسة اليوم بتناقش قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بتناقش قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وقضايا اقتصادية واجتماعية حوالين أولويات العمل الوطني، أولويات مصر الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. هي قضايا شائكة بحكم تعريف الأمور وبحكم طبائع الأمور، وبالتالي لما نوصل إن احنا في الأسبوع السادس وبنتحاور مع بعض وفي مخرجات تخرج عن الأمانة العامة للحوار الوطني وفقا للجلسات وللمداخلات المختلفة، احنا أمام حالة تنشيط للحياة السياسية والحياة العامة. أنا أتمنى أنها تستمر، وأتمنى أن فوائدها ومزاياها ومردودها الإيجابي يعم على كل المشاركين في الحياة السياسية، وعلى كل قبل كل ده على كل مواطنة ومواطن مصري، وطبعا على الدولة والمؤسسة. ثمن الدكتور محسن باتع أستاذ القانون الحوار الوطني، معتبرا إياه خطوة مهمة وجادة نحو تحقيق التنمية داخل المجتمع المصري. كما أكد أن دستور عام 2014 يعد واحدا من أعظم الدساتير المصرية التي تحمي حقوق الإنسان. في البداية أنا أثمن الحوار الوطني، وهو خطوة جادة وخطوة أولى في تحقيق تنمية سياسية حقيقية داخل المجتمع المصري. واليوم هي جلسة من جلسات الحوار الوطني المتعلقة بالحقوق والحريات، حرية الرأي والتعبير. وجاء هذا الأمر في دستور 2014 الذي جاء من ضمن مواده العظيمة، والذي أعتبره من وجهة نظري الشخصية أنه من أعظم الدساتير التي وضعت لمصرنا الحبيبة. في باب الحقوق والحريات الباب الثالث في المادة 69 منه نص أن حرية الرأي والتعبير مكفولتين للمواطن، ويحق له أن يعبر بهم عنهما بكافة الوسائل، سواء كانت الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة أو حتى كانت الوسائل الرسم وما شابه ذلك. هذا وأشارت النائبة مي رشدي ممثل وحزب الإصلاح والتنمية إلى أن الهدف من اندماج الأحزاب هو تقويتها وجذب عدد أكبر من الأعضاء، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة للحراك السياسي. بصراحة حزب الإصلاح والتنمية يرى كل ما هو يؤدي بدوره لقوة الأحزاب السياسية. الاندماج هو الهدف منه، مش الإجبار على أن الأحزاب تندمج، ولكن أن الأحزاب اللي هي نفس الأيديولوجية من باب أنها تقوي مركزها وتجذب عدد أكبر من الأعضاء يسمح القانون لها بالاندماج، ولكن لا ينظم هذه العلاقة. فإحنا بنتقدم بطلب لتعديل في قانون الأحزاب ينظم فكرة الاندماج بين الأحزاب ونؤيدها. سلمت مصر رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للمملكة المغربية. وفي كلمة له أعلن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد عرفي اختتام أعمال الدورة العادية 159 للمجلس، وتسليم مندوب المغرب رئاسة أعمال المجلس في دورته الجديدة.
هذا وانطلقت أعمال الدورة 160 للمجلس برئاسة المغرب، ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية، والتي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء، وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها بند العمل العربي المشترك. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية. من المقرر أن يجري البرهان خلال هذه الزيارة مباحثات مع الرئيس سلفا كير مياردت تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وبسبل دفع أفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع في السودان. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من المخيم، بينهم 2 مصابان بالرصاص. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه قرر إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزينيكوف من منصبه، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار روستوم أوميروف لشغل المنصب بدلا منه. يأتي هذا الإعلان ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب في أوكرانيا منذ فبراير شباط 2022. مع مواصلة كييف هجومها المضاد وسط حملة تشنها لمكافحة الفساد، عين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روستوم أوميروف وزيرا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزينيكوف ليمهد بذلك الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022. زيلينسكي رشح أوميروف الذي كان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي لخلافة ريزينيكوف، متوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح. وقال زيلينسكي إن الوزير المقال أوليكسي ريزينيكوف أمضى أكثر من 550 يوما في الحرب الروسية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع العمليات العسكرية. وأصبح ريزينيكوف البالغ 57 عاما والذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة أحد الوجوه المعروفة في الجهد الحربي الذي تبذله كييف، حيث يشغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ظهرت في وزارة الدفاع الأوكرانية العديد من فضائح الفساد، ففي يناير الماضي اضطر نائب ريزينيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو 3 مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية. كما أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أغسطس الماضي جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية وسط انتشار الفساد، مع وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية. طرح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وتركي رجب طيب إردوغان في مستهل لقائهما في سوتشي حزمة الملفات الساخنة التي ستبحث وتشتمل على صفقة الحبوب وقضايا الطاقة والوضع في أوكرانيا إلى جانب قضايا أخرى. وقال الرئيس الروسي إن العلاقات بين موسكو وأنقرة متنوعة في قطاعات الزراعة والاقتصاد،
مشيرا إلى أن الجانبين سيستكملان المفاوضات حول مركز الغاز الروسي في تركيا حتى يكون وضع الأسواق أكثر استقرارا. نناقش الأزمة الأوكرانية وأنا عارف أنكم سوف تطرحون مسألة الحبوب ونحن منفتحون على ذلك أيضا، وبطبيعة الحال قد قمنا بالكثير في سوريا وأنا عارف أن هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لتركيا، وطبعا قد قمنا بالأمور الأساسية ويجب علينا أن نضع هذه الأمور كحجر الأساس في المنطقة، وأنا أقصد الملفات الأخرى في المقام الأول المسار الليبي، وطبعا هناك كثير من القضايا الدولية والمحلية، وكل هذه القضايا سوف تقع في صلب مباحثات. شكرا لكم على هذه الزيارة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يجري اتصالات مكثفة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود. أوضح زيلينسكي أن 4 سفن عبرت بالفعل الممر البحري البديل من موانئ أوكرانيا البحرية الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف تعمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود. أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي، وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9% على أساس شهري، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4% على أساس شهري، وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا بنحو 15.9 مليار يورو في يوليو مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق. ارتفعت الأسهم الصينية بدعم من إجراءات أطلقتها الدولة لدعم القطاع العقاري، وقفزت أسهم شركات العقارات المدرجة في هونغ كونغ بدعم من توصل شركة العقارات كانتري جاردن لاتفاق مع دائنيها يجنبها التعثر المالي. هذا وخفف البنك المركزي الصيني بعضا من قواعد الإقراض، كما خفف نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع من العملات الأجنبية من مستويات 6% الحالية إلى 4% بداية من منتصف الشهر الجاري. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بمحادثات وصفتها بالمثمرة والجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين، وذلك في ختام زيارة إلى الصين. أتت زيارة جورجيفا إلى الصين ضمن جولة أسيوية تشتمل على جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل انتقالها إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة 20 التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية في آسيا. شهد اللقاء متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائي خلال العام الجاري.
والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال شهر سبتمبر بمدينة شرم الشيخ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية. شدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لاحتياجات المستهلكين حتى إبريل المقبل. أثنى المجلس القومي لحقوق الإنسان على الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز الحريات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس لإطلاق تقريره السنوي، كما تناول دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات تعاون المجلس مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية. إن منظومة الشكاوى هي أهم ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان. الاهتمام الأكبر للتفاعل مع المواطنين، وأزعم أننا على تواصل والمواطن المصري فعلا يشعر بالمجلس. بنولي أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية. بنسعى لرفع الوعي بقيمة هذه الحقوق، لأنه هذه الحقوق لصيقة بالمواطن، والدولة المصرية قطعت على نفسها التزام بأن توفي بهذه الحقوق لكل مواطن من مواطنيها أو مواطنة دون أي تمييز لأي سبب كان، ولدينا نص المادة 53 من الدستور. منظومة الشكاوي واحدة من أهم الآليات التي ينتجها المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الدولة المصرية. اللي احنا بنتكلم فيه أعتقد خلال الفترة الأخيرة هو طفرة حقيقية في حالة حقوق الإنسان في مصر، صرحة والمكاشفة، وإن احنا بنشتغل على كيف يمكن معالجة المرض وليس العرض. أعتقد دي النهاردة نقطة مهمة بيقوم بها المجلس، إزاي إن المجلس عن طريق التشكيل الجديد الذي هو بمثابة أول تشكيل منتخب في تاريخ الدولة المصرية، مجلس منتخب من البرلمان المصري، مجلس وكيل عن الشعب ليس وكيل عن أي شخص آخر. نحن مسألون أمام المواطن، نحن مسألون أمام الله بشكل واضح، لسنا محاسبون من الدولة المصرية، لسنا وكلاء عن الدولة بشكل أو بآخر، ولكننا نعمل على إرساء مفاهيم ودعائم حقوق الإنسان في ظل جمهورية جديدة ومناخ داعم يؤمن أن لكل مواطن الحق أن يحيا حياة كريمة. المجلس طبقا لدستور وطبقا لقانون إنشاء المجلس وتعديلاته في 2017، المجلس حق إبداء الآراء فيما يتعلق بمشروعات قوانين أو مشاركة البرلمان بغرفتي التشريع البرلمان والشيوخ في مراجعة القوانين المعروضة. أعتقد أهم مرحلة في هذا التشكيل الجديد هناك قوانين ذات أولوية، ثلاث قوانين على الأقل: قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأسرة. ثلاث قوانين بيمثلوا أولوية وأهمية للمجلس بيلعب فيه دور. المجلس كان حريص منذ إعادة تشكيله أنه يقوم بزيارات لأماكن الاحتكاس، وكان من حسن الطالع أنه الدولة كانت قررت أنها تعدل قانون السجون من السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحويل مسمى السجين إلى مسمى نزيل، واستخدام الدولة لفلسفة عقابية جديدة مفادها أنه لا يجوز عقاب المدان مرتين. يعني الزيارات حصل فيها تطور ملحوظ، لأن احنا كنا بنزور الأول، احنا بنطلب وبناخد وقت على ما بيتم الاستجابة. في الأشهر الأخيرة كانت الداخلية بترحب بصفة مستمرة بمطالب المجلس في انه هو يعمل الزيارات.
قال وزير التنمية المحلية هشام أمنة إن المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشانغتشو الصينية يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في إطلاق أعمال المنتدى الذي يشارك فيه عدد من كبار القيادات السياسية الصينية ووزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم. أقيمت فعاليات حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، وذلك تحت رعاية السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تهدف جائزة المبدع الصغير لدعم الأطفال والنشء في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة. احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاصة بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشء في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي. الدورة دي دورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. الجائزة خصصت للأطفال والنشء من سن 5 حتى 18 عاما ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية. وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها، تم مضاعفة عدد الفائزين من 16 طفلا ليصبح 32 طفلا، وأعرب المشاركون عن فرحتهم موجهين الشكر للدولة على الاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم ودعم مواهبهم بنشر ورعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية، قدمت موقع بيتكلم عن آثار مصر بعنوان حضارة مصر، بيتكلم عن أهم المتاحف الموجودة في مصر وأهم الآثار الموجودة في مصر وأهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم. المشروع اللي أنا كنت بعمله عبر عن مصر، عبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونقر حواليها. أنا قدمت عمل مسرحي اسمه مين فينا اللي، بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي، وبنكتشف في الاخر ان مفيش حد سليم، كله مريض نفسي. المشروع بتاعي هو نظام المرور الاخضر الذكي في مجال الابتكار العلمي، وهو مشروع بيوفر الكهرباء اللي بيستهلكها اعمده الاناره في الطرق عن طريق النور بينور بس لما العربيات تعدي. جائزة الدولة للمبدع الصغير انطلقت لأول مرة في مصر عام 2020، وسيتم فتح باب التقديم للنسخة الرابعة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم ولمدة 3 أشهر، ولأول مرة ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج. وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق. محمود جميل، التلفزيون المصري. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة. تناول العدد الجديد موضوع التكتلات الاقتصادية، والذي تضمن مجموعة من المقالات والتحليلات التي أشارت إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي. كما أشارت التحليلات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد فرصة للوجود المصري بقوة في عدد من الدول، وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع تصل إلى 4.1%. ووفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من كينيا حوالي 307 ملايين دولار خلال عام 2022. ختام نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نيابة عن رئيس الجمهورية، مدبولي يصل نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ. وزير دفاع جديد لأوكرانيا وبوتين وإردوغان يبحثان في سوتشي اتفاق الحبوب. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.